15 1 minute. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا، وشكرا لوجودكم بهذا الحفل الختامي من برنامج Professional to be 3 المدعوم من مبادرة In One Minute. بالحقيقة كمان بدي أشكر هذه المبادرة التطوعية اللي فادت شريحة واسعة من الطلاب السوريين بمختلف اختصاصاتهم، وتجلت يعني ميزاتها في خلال أزمة الوباء العالمية وأخرى. بدي أعرفكم عن نفسي وعن فريق، نحن فريق أخطار، أنا اسمي محمد سليمان، زملائي بالمشروع، أنا محمد سليمان هندسة حواسيب وأتمتة سنة ثالثة، زميلي بالمشروع هو وسيم بلول كمان هندسة حواسيب سنة ثالثة، زميلي الآخر هو عزيز المرعشلي كمان هندسة حواسيب اختصاص تحكم. مشروعنا هو التراسنت. هذا المشروع نحن أخذنا عدة جوائز، شاركنا بدايتها في 2018 في مسابقة تكنولوجيا هاكاثون، أخذنا المركز الأول فيها في مسار الإلكترونيات والنظم المضمنة. الجائزة الثانية أخذناها هي ميدالية ذهبية عام 2019 في معرض البسل للإبداع والاختراع، وحاليا نعمل على أنه ناخذ براءة الاختراع المحلية والعالمية. مؤخرا في 2020 أخذنا كنا من ضمن الفائزين في سباق ستارت أب ماراثون للمشاريع الريادية. هلا رح خليكم مع زميلي وسيم بلول لحكيكم عن تجربة التعلم الذاتي الإضافة. السلام عليكم. أغلبكم يمكن بيتساءل كيف قدرتوا تعملوا هيك شيء وتبعتوا طلاب جامعيين؟ يعني هذا الشيء أغلبية سألناها السؤال نفسه. طبعا الجواب هو التعلم الذاتي عن بعد. لما دخلنا لما كنا سنة أولى بأواخر السنة الأولى دخلنا على سباق اسمه تكنولوجيا هاكاثون. طبعا لما فتنا على السباق أطلع يعني أغلبية المسابقين كلياتهم سنة رابعة وخامسة، ونحن كنا سنة أولى بآخر أولى تقريبا، فإن كيف بنقدر نفوز على الفرق هاي؟ طبعا نحن كان عندنا بس الفكرة، كنا مو بتعملين شيء، إجوا لعنا عملونا مثل مراجعة لأهم الأدوات العلمية اللي لازم يحتاجها صاحب المشروع التقني. طبعا صرنا يعني رحنا كان بالنسبة لنا هي محو أمية، صرنا تقريبا هنا حطونا بأول الطريق، صرنا احنا ناخذ الشيء اللي بدنا نبحث عن الانترنت، نحضر كورسات الانترنت ونطبقه على ارض الواقع بالمشروع. طبعا بالنهايه الحمد لله قدرنا ننهي المشروع، نقلب الطاوله وناخذ المركز الاول الحمد لله. طبعا يعني هو كان عندنا حاجه، تعرفنا على حاجه وبحثنا عنها وتعلمناها، بعدين بامكانك انت بعد ما تتعلم مجال انك تضل تتابع اخر المستجدات فيه والابحاث لتوصل لمرحله الاحتراف، وهذا الشيء بيأثر فيه البعض انه خلاص بفكر حاله وصل للاخير وما عاد يطور حاله فيه.
الصعوبات اللي واجهتنا اول شيء بدايتنا اللغه، انه اغلبيه المحتوى هو محتوى اجنبي، المحتوى العربي اللي بالذات بالتقنيه كون انه هو علم متجدد. فاول مشكله كانت انه المحتوى العربي ضعيف صراحه. المشكله الثانيه هي الكهرباء والانترنت، طبعا هذا الشيء ما عندنا بسوريا، احنا ما عندنا هيك شيء. المشكله الثالثه هي الحصار، انه اغلبيه الكورسات هي غير متاحه بسوريا. هي مشكله يعني احنا تقريبا نعاني فيها سوريا وبعض الدول. والمشكله والطامه الكبرى هي الكلفه الماديه، انه اغلبيه الكورسات الجيده مدفوعه وبالنعمه، يعني هي مشكله كبيره اللي واذا بدك تدفع ما بتقدر تدفع. ف يعني خلاصة انه كي مشاكل بسيطه ممكن تجاوزها. لا تجاوزناها الحمد لله وصار لنا مشروع انتهينا. يعني احنا بدنا نسمع هي القصه، طورت حالي باللغه، يعني ضل ضاق على انك تحسن لاخر سنه تحضرهم وتعدى المشكله يعني. وفي بعض الكورسات يعني هي ما شاء الله منصه ايديكيت عم توفر هالشيء هذا يعني الحمد لله. ف يعني في عندنا فرصه كثير حلوه هي منصه ايديكيت وبعض المنصات الثانيه، مشكورين طبعا هن، فلازم نحن نستغل هالفرص هي نتعلم ونعلم ونغني المحتوى العربي. شكرا كثير لاستماعكم.